انطلقت آمال القافلة الطبية بقرية النصر جنوب سفاجة البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. قامت القافلة بتوقيع كشف وصرف العلاج على حوالي 67 حالة بمختلف التخصصات الطبية، ومنها إجراء الفحص المعملي والأشعة والسونار. كما تم إجراء 17 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. وتضم القوافل عيادات الجراحة والبطنة والأطفال والأسنان والنساء والتوليد ومعمل الدم والطفيليات وصيدلية تضم مئات الأصناف من الأدوية التي يتم صرفها بالمجان للمواطنين. احنا موجودين في محافظة البحر الأحمر، وجميع الخدمات اللي قدمها في جميع القرى من أمن الزعفران شمالا لحد حضربة جنوبا، وفي عيادة الجراحة جميع الخدمات اللي قدمها سواء من فحص وتحاليل وعلاج مجانا. واحنا القافلة فيها تخصصات متعددة، وجميع المرضى المترددين على العيادات جميع الخدمات مجانا ليها. معمل الدم بتقدم خدمات متنوعة للمترددين. احنا بنكشف على المترددين السكر وكوليسترول وترايجلسرايد واختبار حمل، واحنا نجحنا الفتره اللي فاتت بتواجدنا المستمر في مدينه سفاجه ان احنا نكشف مبكر الانيميا وعلاج خاصه الاطفال الصغيرين، وكشف برضو الانيميا للحوامل، ونجحنا فتره ان احنا بقدر الامكان ان احنا نحد من مضاعفات السكر، مرض السكر، بتحليل مستمر للشعب، ودايما التوعيه للشعب دايما باهميه التحاليل. انا جيت حللت يعني النهارده وكل حاجه ببلاش، والناس مبسوطه وحياه كريمه، وبصراحه كل حاجه كويسه.